بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي ان انا ارحب بكم واجي لكم جميعا التحيه فخامه الرئيس الكسندر والوزراء اللي موجودين والضيوف الكرام اللي موجودين. انا مش هتكلم بورق عن التعاون بين مصر وبين صربيا. انا هتكلم معكم كده من قلبي لكم، سواء كان للمصريين او كان لاصدقائنا رجال الاعمال الصربيين. مصر بلد يعني تعداد السكان فيها دلوقتي تقريبا حوالي 104-105 مليون، وبنزيد تقريبا كل سنة 2 مليون أو أكتر، وهي سوق كبير الحقيقة. لكن المهم في ده كله أن هي بتسعى شعب وحكومة وقيادة إلى تغيير الواقع بتاعها إلى أفضل، ومستعدية أنها تتعاون في هذا المجال في كافة المجالات مفتوحة. وأنتم يعني رجال أعمال ودولة متقدمة، لديكم الكثير في مجال الصناعة ومجال الزراعة. أديكم مثال على سبيل المثال، في الزراعة احنا عندنا برنامج شغالين فيه دلوقتي لزيادة حوالي يعني 2.5-3 مليون فدان خلال سنتين، وبالتالي المنتجات الزراعية المصرية اللي ممكن تكون يعني تحتاجها صربيا هتبقى متاحة في مصر. وإذا كان في النهاردة بنتكلم على اتفاقية عدم الازدواج الضريبي أو تجارة حرة بين البلدين، كل الكلام ده بيصب في مصلحة إن نشجع رجال الأعمال في كلا البلدين من القطاع الخاص على العمل. أنا بكلمكم على سبيل المثال في 100,000 فدان صوب زراعية، ما فيش حد في العالم عنده الكمية دي موجودة تبقى متاحة للإنتاج، أي إنتاج سواء كان لمصر أو للصربية، والاستزراع السمكي وحاجات أخرى كثيرة جدا. مجال الصناعة لدينا الكثير، وزي ما بقول لكم بلد سوقها كبير قوي، وبالتالي قبل ما تكون في اتفاقيات تجارة حرة مع إفريقيا ومع الدول العربية، هي أيضا تمثل سوق كبير قوي لأي منتجات ممكن تبقى مناسبة لهذا السوق. فاللي أنا بقوله إن في إرادة سياسية بيني وبين فخامة الرئيس على أن احنا نطور تعاوننا في المجالات المختلفة، وبالتالي احنا بنشجعكم على أن انتم تتحركوا معنا في هذا المجال، ونشجعكم على كده، وأي عقبات تواجهكم هنبقى احنا مسؤولين أن احنا يعني نزلها من أمامكم. يعني في مصر خلال في نوفمبر 2016 بدأت مصر برنامج الإصلاح الاقتصادي، وده كان في إطار تصويب الأداء الاقتصادي للدولة المصرية بعد فترة صعبة مرت بمصر في 2011. والحقيقة نجحنا مع الصندوق في هذا من خلال برنامج وطني جيد، ودخلنا بعد كده وكان معدلات النمو تقريبا بتصل من 5.5-6%، وكان الأمور هتبقى يعني مطمئنة جدا جدا لو استمرنا بهذا الشكل. جت أزمة كورونا واستمرت معدلات العمل في مصر بنفس المستوى، لم يتم التوقف. خدنا الإجراءات الاحترازية صحيح، ولكن استمرت معدلات العمل دون توقف في كافة المجالات. وقلنا خلاص، جينا في أول السنة دي حققنا حوالي 9% معدل نمو، وقلنا إن الأمور هتبتدي تتحسن، ولكن الأزمة الأوكرانية جت فيعني لها أثر وتداعيات. اللي أنا عايز أقوله إن الاقتصاد المصري تلقى صدمتين هائلتين خلال استمروا 3 سنوات تقريبا، ولكن استطاع ان هو يعني يصمد امامهم ويتحرك بشكل جيد. انا بقول لكم الكلام ده عشان تعرفوا ان في اراده عندنا في مصر، مش فرص بس، لا، في اراده للنجاح، واحنا حريصين على ان احنا نتجاوز وننمو بشكل ونحقق لشعوبنا في مصر، وحتى أكيد فخامة الرئيس هنا ما ينبغي أن يتحقق. يعني فما قلتش كلام كتير، ولكن إحنا عايزين نستقبلكم في مصر، ويبقى في فرصة أن أنتوا نقدم لكم ما لدينا تشوفوه بعينيكم. لأن اللي حصل خلال 8 سنين اللي فاتوا دول من عمل، يعني أكلمكم عن مثلا العناصر اللي ممكن تنجح أي نشاط ممكن تكون عايزين تعملوه في مصر. هيبقى محتاج ايه؟ هيبقى محتاج على سبيل المثال طاقة مثلا. كان عندنا مشكلة طاقة غربية، وكنت بكلم فخامة الرئيس وبقول له ان احنا
يعني في 2014 كان عندنا نقص في الطاقة الكهربائية، وكانت مشكلة بقى لها يجي 7-8 سنين في مصر. لا دلوقتي ما فيش كلام ده، احنا عندنا ما يقرب من 60,000 ميجا، وعندنا حوالي 20-25% من الطاقة الكهربائية متوفرة. نفس الكلام ينطبق على الغاز، كان برضو عندنا نقص في الغاز، لكن الحمد لله لدينا فائض وبيتم تصديره دلوقتي. ده أنا بتكلم على الطاقة اللي هي لازمة لأي صناعة أو أي مستثمر عايز يتحرك. بالإضافة لكده الحقيقة خلال 7-8 سنين اللي فاتوا دول اتعملت بنية تحتية أنا بقولها بتواضع هائلة. احنا عملنا ما يقرب من 6,000 مشروع يتكلفوا حوالي 8 تريليون جنيه عشان نأهل الدولة المصرية لأن هي تكون جاهزة للعمل لشعبها، وأيضا تشجع المستثمرين على أنهم ييجوا يجدوا فرص موجودة في مصر. في بنية أساسية متطورة أقدر أقول، في مواني ومطارات تستطيع أنها تستقبل بشكل حديث ومتقدم أي حجم من التجارة وأي حجم من الحركة، طرق للربط بين الكلام ده سواء كان بالسكك الحديدية. ولسه كنت بقول لفخامة الرئيس دلوقتي أن احنا بصدد إنشاء أكبر شبكة قطارات كهربائية حوالي 2000 كيلو، يمكن خلال 2-3 سنين نكون افتتحنا، أو 2 سنين نكون افتتحنا المرحلة الأولى منهم حوالي 450 كيلو، ثم بعد 2 سنين كمان يبقى افتتحنا المرحلة الثانية والثالثة. الخلاصة أنا عايز أقولها لكم إن إحنا عايزينكم ومحتاجينكم وسعداء بالتعاون معكم. هنشوف فيلم صغير كده عن جزء يسير من الجهد اللي اتعمل. احنا بنتكلم على مدن زي ما قلت عدد، احنا بننمو كتير يعني نمونا 2 مليون وشوية، وبالتالي محتاجين يبقى في نمو في المدن عشان الزحام اللي كان موجود في القاهرة قبل كده وفي بعض المدن الأخرى يتراجع وينتهي، وده اللي احنا ماشيين فيه وتقريبا حققنا فيه إنجاز كويس. مرة تانية أنا سعيد بلقائكم، أنا ما قلتش كتير لكن بقول لكم مصر بترحب بيكم زي ما بلجراد بترحب بينا، والفرص اللي موجودة هنا هي فرص لينا، والفرص اللي موجودة في مصر هي فرص موجودة ليكم، وإحنا دورنا كحكومة وكمسؤولين عن البلد إن إحنا نيسر لكم العمل حتى تحققوا النجاح اللي هو نجاحكم هيبقى نجاحنا أكيد يعني. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا.